ايه معنى ان حدثين يكونوا اندبندنت على بعض؟ انا هدرس الكلام ده الاول من منظور الثيوري، بعد كده نبدا ان احنا ناخد عليه اكزامبلز للتوضيح. طب احنا فاكرين في الكونديشنال بروبابيلتي ان احنا قلنا ان انا لو عندي بي اوف اي بشرط ان دي حصل بتساوي بيس فورمولا. لو جيت تاني رسمت الفورمولا دي على شكل فين، انا قلت هنا ان انا بعد ما بي حصل الاي الجزء اللي بره اي حاجه بره بي اعتبر تعتبر دلوقتي بره السامبل سبيس، وبقى عندنا ايه جديده. الاي الجديده دي هي اللي موجوده جوه بي فقط، وهنا كده ده ما بقاش موجود. ودلوقتي ده الشكل القديم قبل ما بي تحصل، ودي هي الاي ودي الاي الجديد. الفكره في الموضوع ايه هي؟ ان انا دلوقتي كان عندي احتماليه ايه بالنسبه لاس، كانت حاجه بعدها بي حصل. احتماليه حدوث ايه بعد ما بي حصل هي احتماليه حدوث التقاطع بالنسبه لبي. بالتفكير كده بالمنطق، ايه اللي ممكن اللي هو المفروض يحصل عشان خاطر الاثنين يكونوا اندبندنت الاي والبي؟ الموضوع بسيط جدا، يعني عشان خاطر ده لا يعتمد على ده، باذن لما ده يحصل المفروض التاني ما يتأثرش. فكون ان التاني ما يتأثرش معناه ان احتمالية حدوث A في المرة الأولى لازم تساوي احتمالية حدوث A في المرة التانية، ولكن أي حاجة حصلت خالص. في الحالة دي المفروض ان probability بتاعة التقاطع على B اللي هي احتمالية حدوث A الجديدة بتساوي هي هيها احتمالية حدوث A القديمة. ده كده معناه ان مفيش تغيير حصل. مثلا ممكن نفرض مثلا ان A دي كانت احتمالية حدوث أي حاجة مثلا وكانت مثلا 0.5 مثلا، نيجي هنا برضه هيبقى احتماليه حدوث الاي بعد ما البي حصلت برضه 0.5، فكان مفيش اي حاجه حصلت لايه خالص. مثال مثلا على كده ايه، لو انا جيت رميت اثنين كوينز، رميت الاثنين مع بعض كده، منطقي جدا وواضح ان الاثنين اندبندنت من بعض. ممكن ده يبقى ملك ده يبقى كتابه، ده يبقى كتابه ده يبقى ملك ده، ممكن اي حاجه تبقى اي حاجه، مفيش اي شرط من واحده على الثانيه، يبقى دول كده اندبندنت. لو انا عندي صندوق فيه ثلاث كور زرقاء وكورتين حمر وسحبت كوره زرقاء بعد كده رجعتها تاني وجيت بقول احتماليه ان انا الاقي كوره حمراء، في الواقع احتماليه ان انا الاقي كوره حمراء قبل ما اسحب او بعد ما اسحب ما فرقتش لان انا رجعت تاني. ففي الحاله دي احتماليه ان انا الايفنت بتاع ان انا اخد كوره حمراء والايفنت القديم بتاع ان انا اخد كوره زرقاء بس ارجع تاني اندبندنت من بعض، لان مفيش اي probability بتاعت واحد ما اثرتش على التاني. على العكس بقى، المثال اللي خدناه في اول conditional probability كان في dependence مش independence، لان انا كنت باخد واحد من defective rods وارميهم، بعد ما ارميهم كان عددهم بيقل، فكنت لما اجي اخد defective تاني كان بيبقى probability بتاعته اتغيرت. في الحاله دي احتماليه الايه الجديده اصبحت مختلفه عن احتماليه الايه القديمه. لما ده بيحصل بيبقى الحدثين دول معتمدين على بعض. في ناس بتتلخبط ما بين الاندبندنس والميوتشوال اكسكلوسيف. في الواقع يعني هو في ناس بتقول ان هو لو اندبندنت يبقى ميوتشوال اكسكلوسيف او العكس، يعني بالفهلاوه كده او بالمنطق، لكن الكلام يعني مش غلط، لا ده هو عكس كده كمان. انا عارف من اللي فات ان انا لو عندي حدثين ميوتشوال اكسكلوسيف تقاطعهم بصفر، فانا لو فرضت ان انا عندي حدثين A و B نون امتي، يعني موجودين اوريدي ليهم رسمه مش فاضيين، وبالتالي probability بتاعت A لا تساوي 0 و probability B لا تساوي 0 والاثنين mutual exclusive يعني تخطاهم بصفر، جيت خدت A given B هيطلع صفر على probability B، هيطلع probability A given B بتساوي صفر. انا فرضت في الاول ان probability بتاعت الA اساسا مش بصفر، فالكلام ده مستحيل يساوي probability بتاعت A. يعني اساسا في الواقع يعني ان انا لو عندي حدثين mutual exclusive دول غصب عني dependent، واضح اهو من القانون. طب بالمنطق برضو يعني ليه لو عندي اثنين mutual exclusive يبقى dependent؟ في الواقع الموضوع بسيط برضو جدا.
انا دلوقتي مسكت كوين وحذفتها ما طلعتش ملك تبقى اكيد كتاب. هو طالما الاثنين متنافيين لو واحد ما حصلش يبقى التاني حصل، او لو واحد حصل يبقى التاني ما حصلش، يبقى انا كده قدرت ان انا استخرج معلومات عن واحد منهم عن طريق التاني. كون ان انا عملت كده ده معناه ان هما ديبندنت. مثلا عندي، مثلا عندي صندوق فيه كوره حمراء وكوره بيضاء، دول حدثين متنافيين تماما، ما ينفعش الكوره تبقى حمراء وبيضاء في نفس الوقت. لو انا جيت سحبت كوره وطلعت بيضاء يبقى انا عارف ان الكوره اللي جوه هي الكوره الحمراء. فيعني واضح قوي ان انا معرفتي عن، يعني معرفتي حاجه عن الاول بتكشف لي معلومات عن التاني. وزي ما انا كنت قلت قبل كده، انا لما اجي اخد حدث ده معناه ان انا عملته. فانا لما اجي اقول ان في حدث كوره زرقاء معناه ان انا كاني كده فعلا خدت كوره زرقاء، وبالتالي انا فعلا عرفت معلومات عن اللي جوه، اللي هو ان بقى فيه كوره بيضاء. في يعني احتماليه ان وجود كوره بيضاء جوه 100%، احنا انها في الاول كانت 50%، كده الاحتماليه اتغيرت. الاحتماليه بعد 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 حدوث الحدث لا تساوي احتماليته قبل حدوث الحدث، وده كلام غير الكلام اللي احنا بنقوله. يبقى الحدثين دول بيعتمدوا على بعض. يبقى دايما وابدا لو انا عندي حدثين الاثنين ميوتشوال اكسكلوسيف، الاثنين موجودين ما بيساويوش صفر، هيبقوا ديبندنت على بعض. احيانا القانون ده بيتكتب في صيغه ثانيه بتسهل حل المسائل، اللي هي الصيغه اللي الواحد بيستخدمها دايما في المسائل يعني، وهي ان انا من هنا بقى كده اضرب بيه الناحيه الثانيه فيطلع لي ان تقاطع A مع B بيساوي probability A probability B. اكزامبل، لو انا عندي اثنين كوينز رميتهم عملت لهم توس، ودلوقتي جيت اشوف قيمهم عايز اخد منهم ايفنتس. اول حاجه الاس بيساوي هيد حدث ايه ان تيل هيحصل في الرميه الثانيه. تيل هيحصل في الرميه الثانيه فين؟ في دور اللي التيل هيحصل في الرميه الثانيه هما اثنين. هم يبقى ايه تيل وهيد تيل. حدث بي ان التيل يحصل في الرميتين، هو مره واحده بس مفيش غيره. وعايز اشوف الحدثين دول ديبندنت على بعض ولا لا. من قبل ما اطبق القانون، قبل ما اعمل اي حاجه، لو تيل حصل مش انا كده عرفت ان في تيل في المره الثانيه؟ يعني انا كده عارف ان ايه اتحقق. فكون ان انا لقيت واحد اتحقق انا كده خدت معلومه عن التاني ان هو كمان اتحقق. يبقى في الحاله دي الحدثين دول مش اندبندنت، الحدثين دول بيدبندوا على بعض. ومن هنا انا جيت خدت البروبابيلتي بتاعت A تقاطع B، الكلام ده هيساوي ايه؟ 1/4. لو انا كده خدت probability A تساوي نص، probability B بتساوي ربع، واكيد اكيد يعني نص في ربع مش بربع. يعني اكيد ان انا اضرب حاجه في النص في الربع مش هيفضل زي ما هو ربع يعني. يبقى اذا الحدثين دول فعلا زي ما قلنا بيدبندوا على بعض. example 2 بيقول لنا هنا ان احنا عندنا ماشين في مصنع مثلا. الماشين دي ال A وال B دول اثنين components منها متثبتين ببولتس او مسامير يعني. وبيقول ان في الكومبوننت الواحده لازم على الاقل يكون في بولت واحده ستيبل عشان خاطر الماشين تفضل ستيبل من الناحيه دي. فانا لازم يكون عندي على الاقل واحده من دول سليمه عشان خاطر الماشين تبقى ستيبل من ناحيه الجزء ده. وهو قايل لي في المساله دي برضو، يعني هي دي حاجه بتبقى معطى في المسائل زي دي، ان لو في بولت منهم باظت هتبوظ اندبندنتلي من الباقيين. يعني حدث باظان واحده منهم لا يعتمد على الاخرين. وجاي بيقول لي بقى ايه، احسب لي احتماليه ان الماشين دي ما تكونش ستيبل. والله يعني من هنا كده ان المشين دي ما تكونش ستيبل من الدياجرام ده معناه ان انا عايز
يا اما الاثنين دول يكونوا الاثنين بايظين ودول اي حاجه، يا اما الاثنين دول يكونوا الاثنين بايظين ودول اي حاجه. طبعا انا كنا انا قلت دول بايظين باي ديفولت، الباقي بيبقى اي حاجه. فانا بقى هنا اكتب الكلام ده ازاي؟ انا عايز يا دول مع بعض بايظين مع بعض، يعني اند يعني انترسكشن، يعني اللي هو بي 1 تقاطع 2، او يعني اتحاد اللي هو الاتليست 3 اند 4. بس انا كده عرفت انا عايز احسب ايه. دي الحسبه اللي انا عايز احسبها. probability of 1 لوحدها نسميها بي 1، 2 لوحدها بي 2 وبي 3 وبي 4 وهكذا. ازاي احسب دي؟ والله انا معايا كل المكونات اللي ممكن تسمح لي ان انا احسب حاجه زي كده. اول فورمولا خدتها بتقول ان انا اقدر افك الكلام ده بدلاله التقاطع. يعني في الحاله دي التقاطع اسهل عليا ان انا اتعامل معاه زي ما قلت من الاتحاد. يبقى الكلام ده بيساوي probability 1 تقاطع 2 زائد probability 3 تقاطع 4 ناقص probability تقاطع الحدثين. هو قايل لي في المساله ان هم كلهم اندبندنت من بعض، وبالتالي اقدر بكل بساطه ان انا اقول ان الكلام ده بيساوي بي 1 بي 2 بلس بي 3 بي 4 ناقص بي 1 بي 2 بي 3 بي 4. من اين لك هذا؟ ما احنا عارفين ان انا لو عندي تقاطع حدثين اندبندنت البروبابيلتي بتاعت التقاطع بتساوي حاصل ضرب الاثنين probabilities بتوع الاثنين. الكلام ده على عكس الديبندنت. ديبندنت كنت بستخدم القانون بتاع الكونديشنال، لكن الكلام ده ما كانش متاح ساعتها. دي تعتبر حاله خاصه منه. ودي كمساله مثال على حاجه من الحاجات اللي لما تكون مكتوبه في ورقه يبقى شكلها كانها مساله صعبه او رخمه، لكن هي في الواقع زي ما انتم شايفين يعني.